حقيقة أن نعول على مجلس يبيع الوطن. هذا ما صدر عن عقيدة صالح ليس 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 للمرة الأولى. هنالك بعض الأعضاء الآخرين في مجلس النواب صدرت منهم تصريحات كبيرة جدا، منهم من يريد أن يسلم البترول الليبي، ومنهم من يدعو علنا إلى القيام بتفجيرات وقتل داخل مدينة طرابلس. فهذا جسم حقيقة أصبح عبء على الدولة الليبية وعلى الشعب الليبي. ناهيك عقيلة صالح، أنا أرى أنه رجل أصبح لا يمتلك التفكير السديد ولا العقلية الراجحة، فلذلك هذا الرجل لابد أن يقام عليه عزل وحظر وحالته إلى الأمراض النفسية، لأن هذا الرجل لم يعد يميز ما بين الصواب والخطأ، ما بين الوطن ومصالح الدول الأخرى.